هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ناتي بكم الى مراسم التتويج من يد الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان وسعاده عبد الله بن مبارك المهيري تتويج الفائزين سمحه سهيل بن رملي بن محمد العامري صاحبه الكاس المفتوح تهانينا والناموس على هذا الفوز 7 دقائق 12 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه سلام بن رملي سلام سلام راعي قرار واليوم مع سمحه تهانينا والناموس على هذا الفوز نجم هذا المهرجان ونجم سهيل هو سهيل بن رملي العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز هذا هو سيف كاسي قرار وكاسي سمحة للذكريات الجميلة تهانينا والناموس على فوز سمحة وتحقيقها للتوقيت الأفضل هنا الصور التذكارية مع الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان أيضا بن محمد آل نهيان بالفوز والانتصار تهانينا والناموس على أيضا فوز أيضا سمحة في هذا المساء الجميل في هذا المساء الرائع الصور التذكارية هنا في هذا الكرنفال والعرس التراثي الختامي بالفعل تهانينا لسهيل بن رملي بن محمد العامري فوز سمحة بكأس اللقاية المفتوح حيث حققت التوقيت الأفضل والأجمل بندقية الجعدان الذيب عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي الذي ظفر بهذه البندقية واهدى ابناء الهير هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس على هذا الفوز 7 دقائق 22 ثانية و9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على فوز الذيب ما شاء الله تبارك الله على ايضا انطلاقة الذيب والبندقية هنا عبد الله بن محمد بن حليس الراشد الاكتبي عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي وايضا علي بن شطيف المدهوشي احد شبابنا المضمرين الذي قدم الذيب في هذا المساء نقول الف الف مبروك هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس الشوط المفتوح للقايه القعدان من خلال الذيب عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي تهانينا والناموس هذه لحظات الفوز لحظات ايضا الصور التذكاريه من خلال فوز الذيب ببندقيه ايضا الجعدان المفتوح لسن اللقايه في هذا المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربيه الاصيله والذي يقام على شرف سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيار رئيس الدوله حفظه الله ورعاه ناتي بايضا كاس المحليات بعد ايضا هذه الصور التذكارية مع أيضا بندقية الذيب كأس المحليات هنا صور تذكارية مشاهدين الأعزاء مع الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد النهيان الذي تشرف بحضوره لهذا السباق وتتويج الفائزين أفعال أحمد بن محمد بن روية الخيلي تهانينا والناموس لبن روية وسلام لرماح سلام على فوز أفعال بكأس المحليات تهانينا والناموس او عفوا هنا ايضا كفو شوط بندقيه اشداد كفو لمحمد بن سلطان بن مرخان ايضا من فاز معنا بكفو محمد بن سلطان بن مرخان 7 دقائق 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية مطر بن سلطان بن مرخان وعبيد بن محمد بن سلطان دينمو العزوه بالفعل هو من يتواصل وهنا المضمر عبد الله بن سلطان الغفيلي الف الف مبروك تهانينا والناموس هذا الفوز وهذه الصور التذكارية مع أيضا الشداد أيضا ناتي بتتويج كاس الانتاج والهبيبة سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي تهانينا والناموس لبن ميرين على فوز الهبيبة بكاس الانتاج وكاس المحليات 7 دقائق 23 ثانية وجزء واحدة من الثانية سلام الفوعة سلام وأيضا سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين وأبنائه الكرام في أيضا صور تذكارية مع هذا الكاس تهانينا والناموس مش غريبة على بن ميرين هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس يعرف طريق الناموس جيدا بالفعل تهانينا وألف مبروك هذا الفوز الذي قدم من خلال الهبيبة الهبيبة أحد الأسماء التي ايضا قدمت العرض الرائع والمميز تهانينا والناموس على هذا الفوز هنا شوطنا السادس والخاص ايضا باشواط الانتاج والمنتجين هنا مشاهدين الاعزاء بندقية الانتاج لاضي محمد بن سلطان بن مرخان 7 دقائق 23 ثانية
وجزئيني من الثانية تهانينا والناموس، تهانينا للصعب محمد بسلطان بن مرخان الداعم الرسمي لهذه العزبة، تهانينا لسعيد بسلطان بن مرخان، تهانينا لأيضا مطر بسلطان بن مرخان وعبيد بن محمد بسلطان وعبد الله بسلطان الغفيلي، أيضا مضمر لاضي وكفو تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز هنا في هذه الأمسية الرائعة. هنا صور تذكارية، وعبيد بسلطان مع البندقية والغفيلي مع الشداد، كفو ولاضي، تهانينا والناموس وأنتم كفو لهذه المهمة التي اجدلت أيضا من خلال هذه العزبة، تهانينا والناموس وألف ألف مبروك عزبة الصعب محمد بسلطان بن مرخان، يستاهل بسلطان هذا الإنجاز من خلال تواجد كفو ولاضي. يأتي دور الشوط السابع وكأس المهجنات الإنتاج، حيث فازت فيه عسيلة العثة بالخزع بالعثة العامري، تهانينا والناموس. هنا أبو سعيد وأيضا سعيد بالعثة بالخزع العامري ومبارك بالعثة بالخزع العامري ونايف اليحافي المضمر هنا في التتويج من الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد النهيان. هذا هو العثة بالخزع بالعثة العامري، تهانينا والناموس. وهذا سعيد بالعثة بالخزع العامري أيضا، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدم من خلال فوز عسيلة في شوط الإنتاج والمنتجين. المضمر نايف بن عبد الله اليحافي، مشكور يا نايف على تقديم عسيلة في هذا المساء بسبع دقائق 21 ثانية وجزئيني من الثانية، تهانينا والناموس. مبارك بالعثة بالخزع العامري، هنا أبناء العثة بالخزع، وتهني أيضا لعبد الواحد بالخزع العامري على فوز، وحمد بالخزع العامري على فوز أيضا عسيلة في هذا المساء، وهدة السلام إلى مصانع الجنوب. يأتي دور البندقية هنا أو دور الشداد مع محبوب غنام بن عبيد بن غنام المزروعي، فأكد المزروعي هذا الفوز، وهذا عبيد بن غنام المزروعي وأيضا أبنائه أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي ومحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، تهانينا والناموس. والشداد يبقى في عاصمة الميادين، محبوب الذي حب المركز الأول سبع دقائق 19 ثانية خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. هنا صورة تذكارية في أيضا صورة رائعة مع الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد النهيان، ألف 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 مبروك هذا الفوز والانتصار، تهانينا وسلام بن غنام سلام على هذا الإنجاز الكبير الذي قدم من خلال محبوب. هنا صورة تذكارية مع المضمر أيضا، يستاهل من خلال تواجده وتتويجه في هذه الأمسية الرائعة، تهانينا والناموس. هذا هو الشداد أيضا الذي ظفر به محبوب، تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا مشاهدين الأعزاء، شكرا الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان على هذا الحضور والتشريف الكبير في عاصمة الميادين. شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن، حيث وصلنا بكم مشاهدين الأعزاء. وهنا تتويج أفعال لأحمد بن محمد بن روية الخيلي، هنا من خلال هذا هو محمد بن روية الخيلي، هو أيضا من وصل للتتويج، تهانينا وألف مبروك وسلام لرماح سلام ونايف بن محمد بن روية الخيلي، تهانينا والناموس على أيضا هذا الفوز، وتهانينا لأحمد بن محمد بن روية الخيلي. هذا هو محمد بن روية الخيلي، أحد أيضا الأسماء الذي تخرج من مدرسة زاي الطيب الله وثراه، تهانينا والناموس. سلام بن روية سلام على فوز أفعال، أيضا نايف بن محمد بن روية الخيلي هو أيضا من يستلم، وأحمد ثنائي جميل للغاية، تهانينا والناموس. سلام رماح سلام على هذا الفوز المميز والرائع والجميل. هنا أيضا أحمد بن محمد بن روية الخيلي، ألف 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 مبروك هذا الفوز والانتصار المميز والجميل الذي حقق من خلال هذا أيضا الأداء. هنا محمد بن أحمد بن روية الخيلي، أيضا ابن أحمد بن روية ما شاء الله دينامو العزبة الذي دائما له تخطيطات في هذا الأداء، الشاعر أيضا يعروف الزرعي يشارك الفرحة مع عزبة بن روية، وتهانينا والناموس على هذا الفوز. شكرا الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على الحضور والتشريف، شكرا سعادة عبد الله بن مبارك المهيري، شكرا لكل المتابعين. ننتقل بحضور